السلام عليكم الرياض، تحياتي لكم. معكم عربي فلوج بيش الرياض، فيديو جديد، فلوج جديد على القناة عربي بيش فلوج. دايما بلاصة جديد كما نشوفو الرياض والحر، ديما حر بزاف الرياض، 18 بيريود. المهم ديما سي الحر، المهم الجو زوين يا سلام، لكن اش قبلية القمرية الله طاح تقريبا. المهم كالعادة الرياض نوريكم المونتاج، نوريكم التعبير باش تصيد. لا تكون الحلقة معنا الرئيس حسن، هو معنا الرئيس عبد الضيفة، هو كما كان الرياض. المهم تعرفوا على السطوم باش نخدمو، المهم تعرفوا على المونتاج ان شاء الله. تابعوا ما تنساوش الدعم ديالكم الرياض. يلا تحية لكم كالعادة ان شاء الله. غندوب المونتاج اللي هو معروف على القناة كما كنقول لكم ديما، المونتاج اللي هنا فيه واحد المريو بوليس كما كيبان لكم، ترقيعة واحد الترقيعة ديال 50، واحد الصبيع اللهم بارك ديال السيبيا كما كتشوفو معايا، صبيع ديال السيبيا، هو الصبيع، الصنارة ديما بينوها. حاجة اللي أنصح بها في هاد البحر هذا هو جرابان سلوكة كبار، نستعمل 140 غرام، كيشد مزيان. و غادي ندير ليه واحد الترقيعة ديال 40 كما كتشوفو معانا هنا، وهنا كاين 61، غادي 60 يعني أقل حاجة ديرو هنايا. المهم ديرو 40 تفاديا لشي دراعي ولا شي كوربين اللي كيغفل في هاد البحر. هدا مكان المكان كيما العادة راه عامرين بال 35، كاين واحد المادري هنا ديال 45 كما كتشوفو، ديال 45 غادي تال الميريو، كان الميريو الفوق هنا كما كتشوف معنا، تال الميريو الفوق كذلك نفس الكسبة، الكسبة نفس المونتاج اللي فيها ولكن كيختلف، كتختلف فيها الطعمة. هنا غنديرو ان شاء الله سريجينا كما كتشوف معنا، سريجينا غادي نديرها بحال هكا، واخا عندنا سريجين قديم شوية ولكن بحال هذا غادي نجربو فيه كلشي. هذا مكان الرياض، يلا تابع معنا. هذا مكان الحائط البحرية ديال الرياض، البحر كيديرو كيك تقلبو على بعضنا بعض الشوية. يلا تحياتي. هاي الرياض صوب البيسا كيما كتشوفو، دايما السيبيا هي هادي، هاعرفو البيسا ديال الدراعي، هاي تقريبا جوج كيلو قل من 800 غرام، 300 غرام، 300 غرام، هاي البيضة كيلونسها البيسا كيما كتشوفو السيبيا هادي.
لا 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 ما اشتا لا ريس شرخوف بزز واش حتي لك الكرافة بزز واش حتي الكرافة بزز وعندو مريس صور على ريس هاديك سمو الدرب المهم ريس كيما قلت لك البار خدام كاين البار شوية ديك البياسة اللي طلعت البياسة اللي بعد مشاو لينا البياسات المهم هذا مكان المهم الرياس واحد الحاجة بيني ولا هي عاود المونتاج للرئيس واحد المتتبع الوفي هو الرئيس ايوب اسفي يطلب ليا نعاود المونتاج دقيق وبالتفاصيل كاين مشكل انا نبيو الرغبه ديال الرئيس الرئيس ايوب عفوا اللي كان الرئيس الوطني المهم المهم اول حاجه نصبغو بها الرياس هي السبيب غليظ باش غنقادو المونتاج يعني كيفاش غادي نحاولو المونتاج نديروه كما قلت لكم غنديروه هكا دابا الراس ديال الخيط ديال السبيب هو هذا كما كتشوفو معانا الراس ديال الخيط ديال السبيب هو هذا غنحاولو نحلو يدينا يعني اش تكون بينا بحال هكا وغنديرو هكا ونحلو يدينا بحال هكا بهاد الطريقة كامل على الحد ديال اليد المهم كما قلت لكم على الحد ديال اليد غنحلو يدينا بحال هكا ها هي البوبينه ها هي الرسخ يعني كتجيو اللفان ديال البوبينه ديال السبيبه هكا وغنفتحو يعني العبار كما شفتو ما ساهل من باش ما تخبل لكم السمره الفوق وما تخبل لكمش مع الكرافه كيسولك على كيفاش كتخبل ليها مع الكرافه اول حاجه نسبقو بها الميريو اول حاجه هي الميريو فوريداريو وهذا جوج القومات هاد كما قلت لكم الرئيس قومات قومة ماشي عقيقة هادي راه قومة باش تبان لكم يعني قومة ماشي عقيقة يعني جوجات عباش عقيق جوج عقيقات هذا عقيق قاصح والاخر هناك ميريو فيه ولكن الا بغيت تخدموا بهاد الميريو خاص ديروا 80 من الفوق هاو المهم حنا كنحتاجو هنا عندنا واحد 62 هنا ولا 61 تقريبا وهذا غنشدو اول حاجه غنشدو فيها هي الميريو ها هي سي ايوب يعني كنديرو الميريو يعني فاش دير الميريو هي هو هذا فاش تسني على الميريو ديالي بحال هكا اش كندير كنجيبو الراس الثاني ها الطريقة يعني ها الراس الثاني الثاني و ها كنشديهم كنلاقيهم كنجيو حتى اللفة بحال هكا دابا هاد البلاصة هو باش يكون داك الميل ديال كوليسيون يعني كنشدو هنا كنجيبو طريف لي مافيهش ميليو بحال هكا كندورو يعني ساهلة دورة عادية ها الطريقة هاكا جوج ثلاثة يعني ثلاثة نحاولو ديري بحال هكا بهاد الطريقة هاد الشكل كنزيرو يعني يلا اول حاجه كنسبقو بها هي العقيق العقيقه هي الاولى كنسبقو بعقيقه كما كتشوفو قومه
عقيقه وقومة مع باش كنجيبو ديريو هذا على الشكل قومة هنا كنضرب قومة وداكشي راه عاديه باش الناس العادي ما نضربش تطوزوا على بنادم كما شفتوا عا باش تجيبوا حقيقه اخر حاجه يعني اللي ما فهم اللي ما فهمش يفهم يعني الناس عاديين ما يقولكش اش كتقول بالسلامه كيف كتشوفوا كاينه حقيقه قومة عا باش فيديو عا باش قومة عا باش حقيقه يعني كنطلقوا ليها حتى لديك العبده اللي درناها هي العبده اللي درنا السي الرئيس ايوب هي هادي هاي حقيقه قومة يعني كنجيو واحد 10 سنتيم هنا عاود كنعاودو نفس العمليه اللي درنا ديك الساعات كندورو هذاك واحد جوج ثلاثة بحال الشكل هكا كنزيد يعني كتزير مزيان راه صافي المونتاج راه ولا عندك واجد كما كتشوف السي الرئيس ايوب هذا هو المونتاج هنا الخيط الرئيسي اللي غيجيب لك صبا هو هذا غنديرو هنا هنا وهنا غنديرو فيه الكرابان ولكن قبل ما ندير الكرابان ندير واحد 40 هنا غندير ليه هنا لانني غندير ترقيعه ديال 45 فما فوق يعني الا غادي دير الكرابان دير ليه 40 مثلا خاص دير في الصنارة اقل حاجه هي 45 45 الفوق 45 50 ل 60 يعني نوريكم الطريقه كيفاش غديريها ساهله ترقيعه ساهله نلاقي السبيب مع السبيب غليظ مع السبيب رقيق هادي جا درتها في القناة سهلة الريس يبغى نعاودها قدامكم عاود تاني اللي ما فهمهاش مزيان يدخل كاينة مطروحة في القناة تما دابا بحال هكا ترقيعة كنشدو هاد 60 62 كنجيبو الخيط الرئيسي ديال 40 بحال هكا كنشدو هذا الطريق واش تبان لكم صعيبه تبان لكم الرياض ولكن انا كنحاول بحال هكا كتشد هاد الجوج يعني بحال هكا كطور واش تبان لكم هذا الشكل كيفاش تي ايوب هي هادي عاود زيرو صافي كتقطع كتقطع داك الشي لي شايط ها هو داك 62 ها هو 40 هي هنا كتجي هنا كتجي داك 40 كطويلو يعني كدير ليه بحال هكا كتجي الراس ديالو هنا كتجمع هذا الطريقه المهم كيما كتشوفها هي ولات علينا بحال هكا المهم كتجيب الساعه الكرابان المهم حنا غنخدمو بو على الكرابان ما كنخدمش انا بهذا المهم كيخدم به هي باش كتنفع هكا 40 كندير ليه هكا كتكون فيه هنا عا باش داك 60 هاهو 60 غنترقع يعني كنديرو الميريو الكرابان
ما يخدمناش الطعمة، يعني كتدخل هاد السويد هكا يعني ساهل هو، كتدخل بحال الطريقة كتلف فيه الكرافة، يعني إلا بغيتي تبدل الكرافة كتبدلو بطريقة ساهلة، مالا معلومة ساهلة مالا، باش كتدخل الكرافة بحال هكا بحال هكا هانتوما بغيت. يعني غرابان ممكن انا كتشونجي بلا ما تقطع كاع السبيب ولا الخيط، هاو كيكون عندك غرابان ترقيع فيديو ها باش خريطاري، يعني كنبقى يبقى الحاجه اللي هي شنو هي، هي الصناره الصناره العبار ديالها كما قلت لكم يكون ما بين 60 سنتيم 50 سنتيم لا اكثر لا اقل. ولكن فاش كتقطع واحد 80 سنتيم، يعني ماشي علاش 80 سنتيم نقول لكم علاش، لان فاش غتسني السنارة ضروري تقطع هنا، وفاش غدير تسني السنارة غدير واحد العقدة اللي هي كنقولو عقدة فورسية دوبلة على جوج تفادي القطع، يعني باش ما يقطع لك الحوت، المهم كنسني السنارة كذا هذا. كنسنيو الصنارة ديالنا، يعني الصنارة السنية تكون صحيحة وصافي على الشكل هنا كتجي كيما قلت لكم ياك، هاهي حسابها هنا كتكون مدوبلة، يعني كنديرو بحال هكا خيط مدوبل كنجي نشدو هكا كنعاودو نفس العقدة ديال ديك الساعات لي كنديرو هاي عقدة سهلة مالا رياض بحال هكا راه سهلة كتشد، يعني كتشد هاد جوج هو لي كطول بحال هكا راه سهلة مالا بحال هكا صافي، و كتقطع بحال هكا ديك العقدة اللي درنا في الصنارة هي هادي، كنرجعو لهنا بحال هكا كندخلها في الميريو كنجيبو الصنارة هي اللي كتدخل في الميريو كنجيب الصنارة بحال هكا كندخلها بحال هكا كتجبد، يعني هنا جيد هاد الميريو كتكون الصنارة فورسية يعني مدوبلة على جوج بحال هكا، وخصيصا انها ما كتخبل لكش كتكون هكا مدوبلة على جوج، يعني باش كيطور شوفو القومة اش كيوقع عليها، يعني كتبريصا كتطونضا بريصا القومة ما كدارش لكش هادي، يعني مريو كيكون ديجا مفورسي وكيكون صحيح. الحاجة اللي قلت لكم داك العبار علاش، لأن فاش كطلع السبيب هكا هانتوما فاش كطلع السبيب بحال هكا هو كيوصل الصنارة كتوصل حدا الميريو، يعني ما كتخبل لكش كتطلق الصنارة هي لتحت، يعني جيت الكرابان ها هو الصنارة هي، يعني ما كتخبل لكش بعدا هذا المونتاج، الناس اللي كيتساولوا على التخبال ديال المونتاج. المهم هذا هو المونتاج الرئيس ايوب، كنشكر الرئيس ايوب قتال ديال السبينينغ، المهم تحية ليه الرئيس ايوب، مع للاسف ما عنديش قناة، المهم كيحاول عنده بزاف ديال المعرفة بزاف ما يتقال، نتمنى ان شاء الله الا سهل عليه الله بغا يدير قناة وبغا يعلم الناس، ولكن بعض المسائل ما كتخليش سميتو هو الاسترزاق، يعني الانسان كيترزق من المصيد وكيعرف يخبي ما عرفتش، المهم كاين فكرة انا ضد هذه الفكره، ولكن هو راه هو الراي الشخصي ديالو هو حر. المهم هذا مكان الرياض، هذا هو المونتاج الرئيس ايوب كما كشتي معنا، وتحيه ليك من هذا المنظر، يلا السلام عليكم، تحياتي لكم، يلا تنفلوك الشاي، السلام عليكم.